احلى مشاهدين واحلى متابعي شاشه الفرات، ويا الفرات داركم ويا محلاكم من تكونون ويانا، والدار داركم اكيد. حياك الله يا حسين حياك الله واحياكم الله. حياك الله منا كذلك مشاهدينا الكرام، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج داركم والفرات داركم، دوما داركم بمواضيع المتنوعه والمتعدده اللي تلامس الشارع العراقي والمشهد العراقي بشكل عام، سواء الاجتماعي والثقافي، وكذلك العائله العراقيه اللي هي جل همنا وتطوير الشباب وتمكينهم جل هم هذا البرنامج اللي دائما يتجدد كل سنه حتى يكون يليق استحسان من عندكم بمواضيع المتعدده والمتنوعه وضيوفه المهمين. اليوم موضوعاتنا جدا مهمة آمنة، اليوم موضوعاتنا عن الأسرة. دائما الأسرة ناخذها من جوانب متعددة، لكن بنفس الوقت يجب أن نمكن اليوم الأسرة من خلال التطوير الوعي الثقافي حتى يرتقون إلى مستوى من الاستقرار. هذا الاستقرار هو استقرار نفسي، وربما حتى يكون استقرار اقتصادي من خلال دعم الأسرة ومن خلال الحوار داخل هذه الأسرة وتوطيد العلاقات داخل عناصر الأسرة من الأبناء وكذلك الأب والأم وكذلك حتى من الدرجة الثانية عندما يعيشون في عائلة واحدة. إذن اليوم حلقتنا جدا مهمة، خلوا القناة على قناة الفرات وتابعوا الحلقة للنهاية، لأن اليوم ضيفتنا مهمة جدا بتقنية جديدة وأساليب جديدة لهذه الحلقة، فحياكم وين ما تكونون. لأن حياكم الله وين ما تكونون، بالتأكيد يمكن تمكين الأسرة والمجتمع والأفراد متى ما تكون الأسرة مرتاحة نفسيا ومهيئة أيضا نفسيا لتربية أولادها على أتم وجه. يعني مو اليوم مشكلتي أني من اللي راح أتزوجها أو من اللي راح تتزوجها أو إيش قد راح تخلف، 10 5 4 2 1، المهم انه انت كيف راح تتعامل وياهم داخل البيت، كيف راح تمكنهم، كيف راح يكونون عايشين ومرتاحين نفسيا. بالتالي عندما تكون الراحة النفسية تمام التمام اكيد راح تخلق كثير من الابداعات والمواهب عند العائلة العراقية. اذا خلينا نبدا بجولتنا لهذا اليوم، اول جولة راح تكون عندنا باهم احداث المشهد الثقافي العراقي، بعد وين راح نروح؟ راح نروح الى محور حلقتنا لهذا اليوم اللي هو السلامة النفسية للابناء ودور الاسرة، بعدها راح نروح اكيد فلوق لمصطفى داخل سكر البرنامج، بعدها راح نروح الى ضيف موهوب، وهذه حلقتنا الكثير من الجولات والتقارير المتنوعه، كذلك عندنا انفوجرافيك خاص بالاسره. اليوم راح نشاهد هذه التفاصيل، تفاصيل الاسره، وخصوصا نركز على الاشياء المحبطه اليوم للشباب، كيف اليوم ممكن نعالجها. اذا اولى جولاتنا راح تكون فاصل ونرجع، خليكم ويانا. إذن بعد ما شاهدنا هذا الفاصل الجميل جدا واللي هي أجواء بغداد الحبيبة، أكيد أولى جولاتنا راح تكون عن المشهد الثقافي العراقي وأهميته بتكريم المبدعين اللي كانوا يعني بالطاقة الشبابية. هاي أهم فقرة، أن هم مثقفين عراقيين كان تم تكريمهم بمهرجانات عدة يا حسين، راح اليوم نحتفي بهم أكيد. في العراق المشهد الثقافي آمنة ملاحظة بالآونة الأخيرة، خصوصا هذه الأيام بعد شفنا شارع المتنبي بشكل بحلته الجديده، أكيد. نشاهد مهرجانات مسرحيه، نشاهد مهرجانات ادبيه، اتحاد الكتاب بدا يكرم الشباب. احنا هذا اللي نامل انه يكون اليوم المشهد الثقافي زاخر بهذه الاشياء، ونفتخر منه من يكون اليوم اكو تسليط اضواء حول المشهد الثقافي بشكل عام وتمكينه وتطويره. اذا خلينا نشاهد هذه الجوله الثقافيه المهمه جدا ونرجع، خليكم يعني. الاحتفاء بالمكرمين في مهرجان قرطاج الدولي للمسرح، لا سيما وانها
هذا المهرجان قد اقترن الاحتفاء به بجائزة أستاذنا الكبير صلاح القصب، فالشكر موصول أيضا لأستاذنا الكبير دكتور صلاح القصب على هذا التكريم. والحقيقة التكريم جاء ليس شخصيا لأحمد حسن موسى، وإنما تكريم لموظفي دائرة سيمسرح على ما أنجزوه من إعادة لإعمار البنى التحتية في هذه الدائرة، وإعادة مسرح الرشيد للواجهة، إعادة دائرة سيمسرح للواجهة، واستحداث مسرح آشور من 135 كرسي. فشكرا لموظفي دائرة سيمسرح الذين أوصلوني إلى مرحلة أنني أكرم وعلى خشبات مهرجان قرطاج. اليوم يحتضن اتحاد الأدباء والكتاب في العراق جائزة صلاح القصب للداع العربي، حيث تم تكريم الدكتور المخرج أحمد حسن موسى مدير عام دائرة السينما والمسرح والدكتور عواطف نعيم في مهرجان قرطاج مؤخرا. جاء هذا التكريم عن مجمل أعمال الدكتور أحمد حسن موسى، إضافة إلى إعادة تأهيل مسرح الرشيد وإعادة بناء مسرح دائرة السينما والمسرح وإنشاء مسرح آشور. دكتور صلاح القصب الأستاذ الكبير الذي تعلمت منه الكثير باعتبارها واحد من أهم المسرحيين العرب اللي نقل المسرح العراقي بأشكال المختلفة وأهمية أخرى أضاف له على الجانب النقدي. بالنسبة لأحمد حسن موسى، الدكتور أحمد حسن موسى المخرج كان له أثر كبير في صناعة المسرح الرشيد، ومسرح الرشيد كان حلم للمسرحيين العراقيين. إذن هذا كان هو الاحتفاء بالمكرمين بمهرجان قرطاج الدولي للمسرح، وكان هذا الاحتفاء من قبل اتحاد الكتاب والأدباء. شاهدنا الكثير من الإبداعات الفنية والثقافية اللي كان بالتقرير اللي شاهدناه. الأسماء كانت مهمة بموجودة لإعادة تأهيل اليوم مسرح الرشيد شاهدنا، وكذلك مسرح آشور تم بناءه من جديد، وكذلك تأهيل المسرح الوطني والرافدين بشكل عام. هذه خطوة تحسب لدائرة السينما والمسرح، فكل التوفيق لهم. الآن راح نروح إلى إنفوغرافيك. هذا الإنفوغرافيك بمعلومات جدا مهمة عن الأسرة وعن اليوم، موضوعتنا لهذا اليوم اللي هو السلامة النفسية للأسرة بشكل عام، والتقنية اللي راح نتكلم عليها مع الضيفة. فشنو رأيك آمنة نروح لهذا الإنفو؟ إذا خلينا نشاهد هذا الإنفوغرافيك اللي عاد لنا زملاء، أكيد بعد أن نعود إليكم. خليكم يعني. التهيئة النفسية للأبناء داخل الأسرة. إن للأسرة دور أساسي في تشجيع الأبناء واستنهاض هممهم وتهيئتهم لأداء اختبارات الحياة بكل يسر وسهولة، ومن ذلك الابتعاد عن المقارنات بين الأبناء ومراعاة الفروق الفردية فيما بينهم. تشجيع للأبناء والرفع من معنوياتهم. إيجاد بيئة محفزة ومساعدة داخل المنزل. الاعتناء بالتغذية السليمة وتوفير احتياجاتهم. يجب أن تذكر ابنك بأن يثق بأهمية العلم وتعلمه. فكر بالنجاح وكن متفائلا وإيجابيا. لا تدرس وأنت مرهق، ونم مبكرا وتجنب السهر. أكيد شاهدنا هذا الإنفوغرافيك الخاص بالموضوع لهذا اليوم اللي هو عن الأسرة والسلامة النفسية للأسرة. لنرحب بضيفتنا لهذا اليوم الست أزهار نايف فرحان، مهندسة سيطرة ونظم، وكذلك مدربة معتمدة، عضو نقابة مدربين التنمية البشرية في العراق. شرفتينا ونورتينا اليوم.
حياك الله. حياك الله ست ازهار. يعني بدايه نريد اليوم ان نهيئ الاسره بان تكون هنالك راحه نفسيه وتهيئه نفسيه لبناء اسره واللبن الاساسي اللي هم الاطفال، فكيف من الممكن ان اليوم اهيئ الاسره، اهيئ الاب، اهيئ الام ليكونون مرتاحين نفسيا لبناء فد نموذج اسري متميز في العراق؟ بدايه مو احنا نهيئهم، هم يهيئوا نفسهم. لكن هنالك عده امور ونقاط من الممكن ان نركز. نعم، بداية انه خلينا نتفق انه حاليا هو الظرف اصلا بنوع من الصعوبة مو سهل نتيجة للامور اللي تغيرت، طرق التدريس تغيرت، الحياة على عتبة للانتقال الى طبيعة احنا ما متعودين عليها. فكل تغيير يبدي يسوي اضطراب عند الاسرة او عند الطفل، عند الكل. تمام، حتى عند يعني رب الاسرة. بداية انه طريقة حتى الدراسة مثلا متغيرة، فهذه تحتاج أولا استعداد نفسي عند الأسرة. حسنت. زين، شنو اللي ممكن أساعد به الأم؟ بداية الأم لأن هي يمكن عليها الآباء الأكثر. حسنت. بالنسبة للأبناء. إذا تكون الأم هي مشاركة وبدعم للأولاد، مو أكون حالة ضغط فوق الضغط الموجود. زين، هذا هل معناه أنه أنا مثلا ما أقوم بواجبي كأم؟ ما أحاسب، ما أعاقب. هاي أهم شغلة. وحتى العقاب راح يتغير، يصير إلكتروني. أكيد. حتى طبيعة العقاب راح تتغير. بداية إحنا ما نخلي هم، قلنا ما نخلي الأعباء على الأسرة. صح. ونقدر نعطيهم فد تقنيات سهلة وبسيطة لمساعدتهم. أول شيء إحنا متعودين إنه يكون الأب والأم هم المالكين المسيطرين. نغير هذا هذا المفهوم، نسوي انهم مشاركين لدعم وتطوير الاطفال. وهنا الصعوبه، وهنا اذا كانت خيار يكون سهل. لاحظي انت دائما من تكون خيار لك يكون كلش سهل. انت هسه اذا شغله انت مختارها مباشره تلقى كل الطرق حتى تكون تاديها. اذا مفروض عليك اكيد راح تقول مو سهله. راح تقول مو سهله. جيد. اذا هنا ناست بين، يعني استشفت من كلامك انه اليوم القرار مو فقط للاهل، يعني اعطاء يعني الطفل او الابن حتى وان كان بسن 18 19 اعطاء سماحيه لانه هو يختار، هو يقرر، مو الاسره هي اللي تقرر له انت البس كذا، روح الكذا، امشي ويا فلان، اختار الكليه الفلانيه. دائما الاهل يقول لهم لا انا اريدك طبيب، انا اريدك مهندس. يعني الاهل هنا صح دورهم هنا مكان له، هذا مو من حقهم اصلا. هنا بالحقيقه نسوي تخريب وإعاقة. أها. طبعا جيد. أنا إذا شخص مثلا ما عنده كل رغبة للدراسة وراح يدرس أو يغش أو مثلا أو مقابليته، خلينا نقول مو رغبة، قضية رغبة، ما عنده هالقابلية، والناس مختلفين بقابلياتهم. أكيد. ما معقولة كل الناس يكون أطباء، يعني هم يعني مجتمع كل شيء يريد، يريد الطبيب ويريد المهندس ويريد العامل النظافة. الصحيح انه أنا اشوف قدره ابني وانا انميها بالموهبه الخاصه. ماكو شخص يجي للدنيا بدون بصمه او موهبه فريده من رب العالمين. اكيد. صح. زين، أنا من اخليه يشتغل ضد طبيعته، دا اسوي؟ دا افيده لو دا اظلمه حقيقه؟ دا اظلمه. زين، اذا أنا عندي مثلا خلينا نقول شخص رياضي على سبيل المثال، رياضي، واشوف من هو طفل عنده حركات رياضيه ومرونه بالجسد، اذا ادعمه بهالاتجاه انا هم اكتشفت موهبته وهم راح يكون ناجح ولامع في مجاله، مو معناه انه يترك الدراسه. جيد، لكن اكو نقطه جدا مهمه، الكثير من الاسر العراقيه تقول انا ما اشوف بيه موهبه، وبالتالي هو ما ناجح بحياته الدراسيه. بتشوف موهبه لان احنا متعلمين واحنا اطفال لازم نقعد هالشكل مثل الاصنام. ماكو كل اكتشاف حركة أكتف. مو بس الحركه، يعني مثلا هي قد تكون مسؤوليه المدرسه او الاسره، ما يعني ما نريد يعني الاسره والمدرسه مشتركه بهذا الموضوع. فانت اذا تعطي مثلا اشياء مختلفه حتى يكتشفها اكيد راح تعرفين وين راح ينجح او وين راح يكون. وين ابداعه؟ وين ابداعه بالضبط؟ اليوم ست ازهار الحوار، احنا المشكله الابداع عندنا لازم واحد يكون طبيب بروفيسور رائد فضاء كذا، هذا لازم يكون نجم. لاحظوا لازم نجم. في حين هسه تشوفون مثلا هوايه من النجوم اللي يفرضون رايهم على الاهل. صحيح. مثل نجوم السوشيال ميديا، واكبر واحد مثل المهندس شيف شاهين.
صح هو مهندس معماري وبس هوايته الطبخ وكذا، فتشوف انه اصبح نجم لامع في المجال اللي يهواه، مو اللي درسه وقضى وقت طويل بدراسته. جيد، اذا اليوم نحتاج الى حوار، يعني اليوم الاب اللي يفرض هذه الاشياء يحتاج من الابن اللي هون قاعد يقول له بابا انه هيك الموضوع، ترى مو هيك الموضوع. مثلا اذا كانت الام واعيه قاعد رجلها تقول له هيك الموضوع، هذا احنا هاي اللغه فقدناها، يعني فقدنا الحوار. الاب لازم هو القرار السائد بالاسره، لازم الابن ينفذ، الزوجه حالها حال الابن تنفذ. هذه الاشياء الحواريه اللي طغت اليوم بالعائله العراقيه، خلينا نسولف بالعائله العراقيه، شلون ننمي الحوار اليوم؟ حاليا ما ينفع انه اكون انا المسيطر، لان تشوف قبل احنا مثلا من قبل ماكو سوشيال ميديا، صح، ماكو هالاطلاع، ماكو هالمعلومات، فما يعني شلون القطه المغمضه مثل ما يقولون. صح. حاليا لازم اني اكون او على معرفه ودرايه واكون مثلهم. ما اقدر افرض عليه اشياء قديمه. لاحظوا ترى حتى مثلا مقوله الامام علي ايش قد عميقه، من يقول اولادكم ربوا اولادكم غير تعليمكم مخلوقين لزمان غير زمانكم. هنا القصد مثلا هسه السوشيال ميديا، منو الاشطر بها، الابن لو الاب؟ لا الابن. الموبايلات غالبا تشوف كانما ابديت الجينات متحدثه، الاولاد يطلعون عندهم خبره. زين، هل صحيح مثلا اني امنع من استخدامها؟ لكن أقنن أو أختار، أو شلون تصب في مصلحته. أنت لاحظي أنا من أقنن وأختار حاليا الدراسة بالاتجاه أن تكون أونلاين. أونلاين، فأني إذا ما نعت مثلا على سبيل المثال ما أتعرف على الموضوع. جيد. إذا أثرت نقاط جدا مهمة، يعني اليوم من الممكن أن نهيئ خلينا نقول ظروف نفسية وحالة اجتماعية مهمة جدا ومتكاملة داخل الأسرة، لكن الأسرة اليوم كيف من الممكن أن تهيئ هذه الظروف خارجية؟ ونحن نعرف أن الظروف الخارجية أو البيئة الخارجية هي من تؤثر سلبا أو إيجابا على الأطفال. حتى واحد ما يحكي بمثاليات، غالبا الدنيا بها اشكال والوان. صح. هل من الصحيح مثلا لو حضرتك عندك ابنه، هذه الابنه اضمها لو امشي وراها انا شايله سلاح، لو اعلمها واقويها واشجعها؟ اعلمها واقويها واشجعها، هذه البدايه. انا ليش اخاف من الخارج واني اصلا مقويتها ومعطيتها كل الدعم ومعطيتها الاساس؟ اكو دول اصلا ما عندهم الظروف اللي عندنا، وتشوفين تطلعون عندهم اولاد خائفين ويتعرضون لمثلا تعنيف او التحرش وهذه الامور. فالبيئه هي ممكن موجود بها كل شيء، يعني ما اقدر اضمهم بقوطيه. كيف اتعامل وياهم؟ كيف اهيئهم للظروف الخارجيه؟ انا مو احنا نرجع انه اخليهم في حاله وعي، ما أضمهم وأعزلهم عن المجتمع ولا عن السوشيال ميديا، وبنفس الوقت تكون بإشرافي. يعني صحيح أنه أنا أقول لهم كل صغيرة وكبيرة؟ هذا خطأ، هذا صح، وأنتم بكيفكم، أو هذا خطأ ترى، يعني أورجهم على الموضوع، يعني ما أخليهم يكتشفون يعني الأشياء. يعني شنو القصد أنه أقول لهم هذا صح وخطأ؟ بس العفو، يعني أكو بعض الأمور خلينا نقول صديقة السوء قد يعني تأخذها وياها إلى أمور ما ترضاها، يعني الصداقات الخارجية، العلاقات الخارجية، الاتصالات، اكو بعض الامور يعني هذه يعني تخوف. اذا زين، انا ليش اخذ تخوف ما اكون انه انا السند اللي توثق بي؟ جيد. مثلا واعرف اني اقويها اولا واستوعبها واكون واعية، ويعني شلون انه اعرفها في نفس الوقت، ويكون حوار واني سند لها. جيد، معنى بدون ما اخاف اخليها واعيه. احسنت. الانسان الواعي سولفي لي اصادقه. بالضبط. سولفي لي. بالضبط. سولفي لي شنو اللي صار. بالضبط. وانا اقول هذا الشيء صح او غلط. اذا هي ما تخاف منك، اذا هي ما تخاف منك اصلا راح تلجا لك وتكون بحاله ثقه. اذا ابني الثقه والحوار، ما الصدقة. اكون انه اني كرقيب، الوقت هسه هذا ما يستحمل يكون واحد. نعود الى تقنيه او الاكسس بارز. نعم. بشكل عام. نعم. شفناها العالم بدا يتجه لهذه الاساليب وهذه التعاليم. نعم. اللي ربما هي حديثه، حديثينا هي حديثه لو احنا سوا سمعنا بها صراحه. بالنسبه للعراق خلينا نقول بال 2019 يعني اول وحده اخذت الترخيص، اول وحده بالعراق، بس هي موجوده من 1990. جي. وهي في التكنيك على شنو تعتمد؟ هو سولفينا عليها، على شنو ممكن اليوم تقدم خدمه لعوائلنا؟
هي تساعد كلش بإزالة آثار الصدمات، المخاوف، الغضب، تفيد الطلاب بالتركيز، تفيد الأمهات إنه تشيل كل الطاقات من عندهم. هي ما تشيل الذكريات لكن تشيل الآثار السلبية لها. مثلا شخص متعرض لصدمة، لتروما، لحزن شديد، تشوفيه جلسة خلال ساعة ويطلع مرفرش وكأنه ماكو شيء ماكو. مرت حالات الكثير، ممكن نستفيد على احدى الحالات اللي مرت بيك من يعني كان علاجها اني يعني بعد ساعه وتغيرت نفسيتها. نعم نحكي عليها اكيد نحكي. جيد، على الاكسسوار بالضبط. بالضبط، مره شخص جاء في حاله غضب كل الشديد بحيث حتى انا استغربت، قلت له يعني انت جاي تاخذ جلسه؟ قال لي انا جاي اخذ جلسه. بهالاسلوب بهالاسلوب. فكان هو الشخص عنده مشكله، ويعني بعدين عرفت انه هو حقه جاي غاضب وكان ناوي يقتل شخص معين لسبب ظروف معينة. المهم بعد ربع ساعة تقريبا، هي الجلسة اقل شيء تطول ساعة، بعد ربع ساعة 20 دقيقة الشخص قام، ايش صار عنده استرخاء قوي، قال والله انا هسه راح اقتل ام عباس، ليش ما عرفت على زوجته؟ على زوجته. لين ما عرفت تسوي لي هاي الاشياء، ما عرفت تكد راسي واصير زين. زين هي اشياء النقاط على جانب النقاط على 30 نقطة، يعني صدق مو صدق ام عباس والله. لا والله تلمس بخفة، وهذا اللمس يزيل شحنة كهربائية مرتبطة، انت تعرفين هسه احنا كلنا عبارة عن شحنات. هذه الشحنة يصيب بها اضطراب وتسد مسار معين، مثلا مسار الصحة، مسار الأموال، مسار العمل، الذكريات، التروما، فهواي أمور مرت بينا وتشوفين إنه الحالات مفرحة دائما، وهواي أمهات تعلموا التقنية والحياة سعيدة. أها، زي اليوم شلون ممكن واحد يتعلم التقنية أو يجي لهذه المراكز؟ اليوم أنتم مركزكم في بغداد. نعم. لتقديم هذه الخدمة، اليوم ممكن واحد يتعلمها لو اللي يجوا المراكز؟ حاليا مو بس ببغداد، تقريبا أغلب المحافظات بدوا يعني موجودة هذه التقنية. موجودة يعني حتى مراكز تقدم الجلسات، بالنسبة إحنا نقدم جلسات واستشارات وكذلك الكورسات عن طريق الإعلانات، يعني مثلا الإعلان اها جيد. اكو فد امور مغيبه عن هذا الموضوع، انه احنا دائما العائله العراقيه تقول انا ما اروح لطبيب نفسي، انا ما اروح لعلاج نفسي، انا ما اروح لي مثل هكذا قضايا او مراكز من ممكن تعالجني نفسيا، خليني انا اقعد بالبيت وانا اعالج نفسي بنفسي. فهل من الممكن اليوم بعده امور من الممكن تقدمين للعائله العراقيه، كيف من الممكن ان تعالج نفسها او تتجه الى مراكز مخصصه بعملكم يعني؟ نعم نعم، هو بالحقيقه هذه التقنيه خلينا نقول هي مو علاجية. نعم. ولا يعني مو احنا مو اطباء، لكن هي مثل تقولين الطب البديل، تكنيك يساعد بالتخلص. يعني مثلا الدورنا ما يعوض عن الطبيب اصلا. جيد. هو ما يعوض عن الطبيب. وكل من خياره، هم ارجع اقول لك اكو خيار، اكو هواي ناس يدخلوا، اكو عائله مره والرب الاسره هو طبيب، جاب زوجته واولاده، اول شيء هو اخذ كورس، وبعدين هالقد ما شاف انه المعلومات ممكن تدعم العائله، جاب زوجته واولاده، اخذ كورس خاص بس لهم، كورس عائلي. زين اليوم كبدايه لهذا الكورس، كاولويات لهذا الكورس، ممكن اليوم خلي نعلم العوائل اللي هسه اللي تشاهدنا بالبث المباشر، ممكن كأوليات ممكن اليوم اللي يستخدموه كعائله العراقيه، ممكن اليوم تهدئ الغضب، تهدئ الاشياء، تغير النفسيه قبل ما يدخلون بالكورسات العميقه. يعني اليوم مثلا واحد محبط شنو ممكن يسوي؟ والله اكو هواي ترى بالنت، كوم حاليا بحر من المعلومات، وهذه نعمه بحد ذاتها. هسه كنا نحكي عن النعم قبل البرنامج. كوم معلومات مجانيه وبسيطه وسهله وتساعد بالتغيير يعني. أها. نعم. جيد، اليوم ست ازهار شرفتينا ونورتينا، كنت ضيفه جميله جدا. شكراً وكذلك شكراً. معلومات قيمه حول الاسره، وان شاء الله هذه الاشياء تبدي ياخذ حيزها بالاسره وتتعالج بالاشياء البسيطه، ونشوف الفرحه مملية لكل عائله العراقيه. شكرا لك. شكرا جزيلا، وشكرا لكل من تابع هذا المحور بالذات لاهميته ولما له ايضا من ايجابيات بخصوص العائله العراقيه. اذا تعالوا وياي خلينا نشوف الفلوق اللي عندي انا مصطفى داخل من اربيل، اكيد بعد ان نعوداكم خليكم ويانا. هلا يا كردستان، اليوم راح اخذكم بجوله سريعه ومهمه كردستان العراق. وصلت البيت النسيج الكردي، راح اقطع تذكره وادخل اشوفكم شنو موجود.
مساء الخير، ممكن تذكره؟ شكرا. طبعا مثل ما تشوفون هذا السجاد او اللباد الكردي يعني تاريخه يرجع ل 1900 والوانه كلها حقيقيه وكواليتي. مثل ما تشوفون هسه انا داخل غرفه او قسم الازياء الكرديه والاكسسوار الكردي واللي هو يعد من تاريخنا وحضارتنا واصالتنا المهمه. تعالوا حتى اشوفكم. طبعا هذا غطاء الراس الكردي التقليدي المتكون من جزئين اللي هو غطاء الراس، غطاء الجمجمه يسموه، وغطاء العمامه. كل واحد كانت تلبسه قبيله او لربما اكو يعني هواي من القبائل المشتركين بنفس اللون او بنفس التصميم، بس بعد جمال اللي بيه. وهاي ادوات ومعدات ونوال النسيج الكردي. طبعا هسه طلعت المتحف النسيج الكردي، راح اخذكم القلعه اربيل. يلا اجواء راس السنه باربيل كلش حلوه. احلى ما شفته باربيل. هسه وصلت قلعة أربيل والعالم هنا والناس واو. الحلو بهذا المكان السياحي المهم انه هو يلم كل ناسنا واهلنا العراقيين. طبعا انا احد الاخوة السائحين واللي جايين لمدينة او محافظة أربيل. مساء الخير. مساء الأنوار يا حبيبي، انت شلونك؟ والله تمام الحمد لله بشوفتك قلب. انت شلون شفت أربيل؟ والله قبيل يعني حاليا كاجواء كلش حلوه، كاجواء طبيعيه، مظاهر يعني كلش حلوه، ويعني لامه يعني الناس المحبين الكذا الاصدقاء يعني حلوه مو؟ اي حلوه كلش حلوه بشوفتنا ان شاء الله. الحلو بها انه هي لامه كل اطياف الشعب العراقي. نعم تلقى نعم. العربي والكردي والازيدي والصابئي. اكيد اكيد كل اطياف الشعب العراقي يعني اليوم احنا كشعب واحد ان شاء الله يعني لامه تميزين، كنا واحد ان شاء الله. شكرا جزيلا. عفوا يا حبيبي مصطفى. وارد. تعالوا اشوفكم انتيكات القلعة. مساء الخير حمودي. مساء النور حبيبي مصطفى. شلونك؟ الحمد لله. زين؟ زين الحمد لله. زين زين لو زين زين؟ لا والله زين زين، شوية الجو بارد هنا. شلون شفت الأجواء بأربيل؟ والله الأجواء حلوة والناس هنا طيبة، يعني سياح من كافة المحافظات العراقية، حتى من دول الجوار، من دول يعني خارج دول الجوار اوروبا. تمام. زين شنو اللي يميز اربيل؟ والله مظاهرها الطبيعيه، ناسها الطيبه، هنا تقدر تشوف ناس كلها متكاتفه يعني. فعلا. الطوائف العراقيه كلها تقدر تشوفها هنا يعني. صح. صحيح. يلا ان شاء الله سفره سعيده، شكرا جزيلا. حبيبي مصطفى يعني شرفنا في حضورك. حمودي. تعالوا.
وصلت لكم الختام جولة اليوم، شكرا لكل الناس اللي شاركوني هالرحلة. هسه أقول لكم عودة ميمونة لاستوديو البث المباشر، باي باي. شكرا لك مصطفى داخل. شكرا لك مصطفى داخل، اكيد هذا الموضوع جدا مهم بما يعني شاهدناه من الوان زاهيه، واكيد الالات الخاصه لصناعه السجاد، واكيد الازياء الكرديه الجميله جدا اللي تتخللها الالوان وكانه لوحه فنيه رائعه حتى في موضوعات السجاد، يعني جدا أكيد. جميل. الوان وفن يتعدد بالعراق أكيد. واكيد مهم جدا اليوم انه نتعرف على تراثنا بكل تنوعنا، وهذا التنوع جدا جميل، فالعراق هو فسيفساء لكي يكون هذا يضم هذه الانواع المتعدده من الالوان والاشكال والاحجام. على طار الفن والالوان، اليوم موهبتنا رسام، هذا الرسام اجانا من الديوانيه، خلينا نشوف الريبورتاج الخاص باحمد علي حسين ونرجع، خليكم ويانا. إذن بعد ما شاهدنا هذا الريبورتاج الخاص للرسام أحمد علي حسين من الديوانية، رحبي باستوديو الفرات داركم، حياك الله وأهلا وسهلا بك. حياك الله، الله يحييك. نشوف الجمال هذا اللي موجود بلوحاتك، جدا جميلة. احنا دائما نستبشر بهذه الطاقات، نريد نعرف بدايتها، حتى ربما نستنسخ هذه البداية لغير شباب ممكن يبدون مثل هذه البداية. فشو كانت بدايتك؟ بدايتي رصاص. قصدك رصاص؟ رصاص. بدأت أبدأ رصاص، دخلت للجروبات. زملائي الرسامين اللي موجودين بالجروب هم ما قصروا، يعني هاي سنة تحكي؟ سنة 2020. أها جديد، يعني حديث الموضوع. جيد. لكن أنا اللي أشوفه حاليا أنه أنت عندك في التنوع قد يختلف عن التنوع الموجود عند الموهوبين والرسامين. ليش صار عندي تنوع بالرسم؟ لأن كانوا موجودين ويا زملاء بخيوط فن بيترس، هذا واكو فحم جيد، واكو يرسمون. لا هاي انا من عندي طلعتها. جيد. عشان زميلي مصطفى محمد يرسم، شفت لوحه يرسم بالخرده، فانا قلت لازم ابدا بشيء جديد. هو كل مصطفى محمد مبدع، يعني مبدع. تحياتي له. جيد. فانا قلت خل ابدا بشيء جديد هماتين. رسمت خرز بوب ارت على القزاز. هذا خرز؟ خرزي خرز. انا توقعتها انه موضوعه الماده اللي يستخدموها باللحين. لا لا. لا. خرز ناعم. خرز ثبت. ناعم. من بعيد شوي. صورة سمير صبيح شاعر الله يرحمه. هذه اللوحات، هذه تقنية نشاهدها احنا بالعراق، لكن صح. مو بهاي الاحتراف اللي موجود اليوم، يعني اليوم هاي الملامح، هذه الملامح جدا جدا واضحة، لكن إلا واحد يركز بيها. اليوم صح. صعوبة هذه الأشياء، يعني نشوف احنا بآلاف الخيوط اللي موجودة هنا، هاي تتغزلهن خيط خيط. خيط يعني قد ايش قد تطول بهاي اللوحه؟ 9 ايام 8 ايام. هو اكثر رسم متعب هذا، واكثر رسم محبه وشغل دقيق هذا. ويل سميث. هو يعني هو لحم بس البورتريه المفروض انا حتى بعد ما واصل، يعني اقوى شيء واصل لهاي اخر لوحه رسمتها. عندي لوحات واكثر لوحات هي رصاص وفحم، لان انا احبها صراحه. جيد. انا راح ارجع بموضوعات الخيوط، لان الخيوط مهمه جدا.
خلي اتكلم عن موضوع رسم الشاعر الكبير رحمه الله عليه سمير صبيح. يعني شلون جبتي هذا الموضوع في بالك؟ شنو المواد اللي استخدمتها بالرسم؟ خططت قبل ما انت تبدا؟ شفت اكو بوسترات نزلت رسم على القزاز، اذا ضرب على القزاز اي هذا نوع من الرسم. ف مراد الحرفيه فظلت افكر وهيجي موعدها ماكينه وخرز هواي دائما تخيط هاي تعالى فنيه تعتبر تعتبر فن فباعت على الخرز مالها. المهم اخذت الخرز قعدت يا قعدت صارت الرسمه زين خططت لها. يعني انت خططت بالرصاص اول مره لو مباشره بالخرز؟ لا لا موجود عندي فيديو انه بالسكين السكينه مال زراعه هاي ناعمه فاحدد واعزل الخرزات. شويه صعب ترتيب الخرز. ليش صعب؟ شوي يعني صعب الخرز. يعني وين يعني الصعوبه بالموضوع مثلا؟ صعب يعني شلون افضل حسين نخليه يقعد يرسم لنا؟ لا اكيد لا. ايه فصعب الخرز يصير صعب خرزه يكون تجي حاجه معوض فشوي متعبه. حتى اختيار الالوان لو انت هاي بيصير غضافه؟ سبري؟ سبره ايه جيد زين صار شويه زياده اذا اشلع جسمه تشلع هاي طبق الخرزه لازقه بصف خرزه فاستخدمت السبره على من اضيع السواد الزايد. يعني احنا نشاهد اليوم هذه الاسماء هي ملهمه يعني سمير صبيح اسم مهم شعري. اختيارك للبورتريل الشخصيات على اساس شنو؟ يعني انت اليوم شنو الميزات اللي تختارها بالشخص حتى ترسمه بورتريل؟ دور الصوره اكثر دقه. طبعا انا احب الواقعيه. ليش احب الواقعيه؟ يعني انا لما وصلت درجه بورتريه واقعيه اهيمن على كل على كل نوع بالرسم. صح اذا وصلت درجه معينه مثلا شلون ذول الفنانين الاوروبيين انا اعلم بدون ذول الاسماء يعني اي رسم ارجع للخيوط السريالي بوب ارت الاكريليك الرسم بالمائي كلها تصير سهله اذا يمتى صرت اذا صرت بورتريه بس بنفس الوقت هم هسه يجي رسام بوب ارت صعب عليه يرسم الدقه القويه صعب عليه لو واحد وصل هذه المرحله انه يصير انواع الرسم كلها يتحكم كلها يرسم مهيمن على كل المدارس اللي تخص موضوع الرسم. موضوعة الخيوط ايش كم بكره خيط كملت او خلصت عليه؟ هاي البكره الكبيره وربع شويه وياها اخذتها من الوالده مو همينه؟ لا لا البكره الوالده مو تجيب صف عليك تجيب لك خرز وتجيب لك خيوط؟ لا هي مو انا اعرف محل قريب علينا انا ما اخذ هو هم للوالده ما اخذ للوالده زين يعني هسه انت مثلا هذا الخيط اكو ملامح بالخشم نهايته انه اكو فد ضوء وجواهر فتحات الخشم الظل هذا من تكملها تبدي تفرش لو انت لا 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 الخيط كله يعني هسه بوع هذا الخيط اللي هيك هذا الاطار هذا اذا بعيد راح تبين انه حنت اذا اضع بدي هيك انسج وانسج من هاي الجهه انسج من هاي الجهه مسار الخيط الاسود راح يبدي هيك ينعوج صح بهالطريقه بهالاسلوب اقدر اصنع ملامح. ايش كم مره جربت ووصلت للنتيجه الناجحه؟ والله تعبت بيها. ايش كم مره؟ كان تحدي هواي. لا مو هاي، انت اكيد جربت قبل. جربت هواي، كلش جربت هواي. ايش كم مره جربت؟ جربت اكمل لوحه وتطلع مو صحيحه، وابدا بالمقص افلس. وارجع احك من جديد. زين هي كلها على نفس الاطار الدائري؟ لو من ممكن تاخذ اي اطار ثاني، انت هسه حاليا الاطار اللي مسويه هسه المسامير هو دائري. مربع دائري اكو مربعات تصير عادي. تصير عادي. اسهل. بس الدائري اسهل. اسهل. إيه لان تخلي ملامح مربعات يعني شويه ما اعرف صراحه ما مفكر ابلش. حاولت تجرب انه ترسم خلينا نقول بورتري او مناظر طبيعيه بالخيوط؟ لو صعبه. ما تجي واضحه بصوره قويه يعني. مو مثل البورتري. ايه ما تجي لان هي هسه حتى نفسها هاي انه رغم العين كبيره بقد اللوحه وشكلها كبير بقد اللوحه انه واحد شويه يبتعد يلا يقدر يميز. يلا يقدر يميز. هذا الشيء حلو يعني انا اشوفه شيء حلو. اليوم حديثنا كان احمد عن الاسره وتمكين الاسره للشاب وشوف انه شنو اللي موهبته ممكن اليوم اطوره. اليوم انت شنو دراستك؟ دراستك شو تدرس؟ دراستي تخدير مرحلة رابعة حاليا. مرحلة رابعة وعندك هذا الفن، زين اهلك كانوا هم يعني متدخلين بهذه الخيارات لو انت يعني اختاريت الرسم وانت شجعت نفسك واستمريت، الاهل شنو كان دورهم بهذا الفن؟ صراحة يعني انا ولا واحد من اهلي رسام او واحد يعرف ارسم. اها. ايه انا المرحلة الثالثة. ايه. عفوا. ايه بدا قبل الثالثة يعني بالعطلة. ايه الثالثة 2020. ايه بديت ارسم يعني استوني. كان دعم من اهلي قوي وزملائي وهاي فصار لي واسع اني ابدا ارسم وكذلك زملائي الرسامين اللي موجودين هماتين واللي شجعني التنافس بيناتهم يعني انا ادز لي صوره الجروب كله يا منو الاقوى يرسمها
داخل الكليه؟ داخل الكليه لو اذاكر اسامي اسامين بالموجودين عندنا بقى الفنانين. فمنو اللي يجيبها بصوره اقوى؟ فصير تحدي بيناتنا انه انا او غيري انه هو اللي يجيبها اقوى. جيد. لكن هذا التحدي ما ياثر سلبا على موضوعات دراستك؟ لا. جيد. يعني انت من الممكن انه تدمج ما بين موضوعات الموهبه وموضوعات الدراسه، هذا ايضا تحت موضوعات رغباتك من دون ضغط الاهل والاسره بخصوص هذا الموضوع. لا ما يصير. يعني مثلا امك تجيك عوف الرسم قوم اقرا لتايز عوف الرسم حصل يعني حصل غيرك على حصل غيرك على الرسم يعني اوكي بس في نفس الوقت من تشوف الرسم تكيف يعني من تشوف تفرح من تشوف من تشوف اللوحه مالتي تكملها وتشوف هاي صارك تفرح اكيد هم دزها على خالاتك ابوها دز على خالاتك ها زين يعني تفتخر بيك محط فخر واكيد هي تفتخر بالضبط بس بالتالي شايف من تجيها لحظات تقول له ولك دعوف ان هذا حرص حرص هاي من باب انه هو موضوع الانتباه اكيد ندز هالدرجه هاي يوم اخذت ماده التشريح اخذت ماده الجراحه اليوم الكليه اكيد هي هناك كثير من المهرجانات تقام على الكليه صح. وبمختلف مو فقط في الكليه فنون جميله اكو معارض اكو بازارات كانت لك لمسات فنيه داخل هذه المهرجانات وهذه المبادرات هذا ولا مهرجان حاضر بس ابو نعاس مالت الافتتاح مر السنه ايه نعاس بس هذا حضرت صح طلعت يعني بالكليه ما تسوون؟ بالكليه كان مال العنف الاسري مال المراه سوينا ايه فاخذت هاي بس هاي هذا يعني بس هي مراسم من المراه اها بس هي اخذتها ايه جيد الرسام دائما ما تنعكس انفعالاته ومشاعر الغضب مشاعر العاطفه مشاعر الفرح دائما تنعكس اما سلبا او ايجابا في موضوعات الرسم فهذا موجود شيء ايجابي انعكس على الرسم فيرسم صراحه يعني لما يعني انت اليوم بحاله نفسيه معينه فرحان تروح ترسم لو انت ضايج تروح ترسم اذا ضايج ارسم ابدع اكثر ما انا فرحان ليش؟ ما اعرف صراحه يعني وطبيعه الرسمه اذا كنت ضايج شنو اللي راح ترسم؟ خياليه من عندي رسمه خرابيش يعني هاي خرابيش اذا شايفيه زين يكون نوع من الرسم خرابيش صح ارسم خرابيش لا يعني شلون نقول اذا طبعوا لك فد شيء خرابيش انه تهيئ لك شكل وبعدين تكمل عليه فانت تشوف شيء خرابيش لما تخيل قدامك اي مجسم ببالك وتكمل هذا توقف بالمعرض توقف من نص ساعه بس لتفتهم اللوحه وهذا النوع الخرابيش بالضبط هذول اللي ما عندهم خبره بالرسم اليوم الادوات اليوم المكان اللي ترسم به شنو يحتوي يعني بغرفتك الخاصه لو باي مكان ممكن ترسم ادواتك شنو يعني الموجود بها انت تصنعها الفحم من مين تجيبه هذه الادوات من تجيبها الادوات من متى بالفحم مخرجات مال رسم طبعا هم عندي لوحه بعد رسم على القزاز ما جبتها انا ما اشتغلت برسم وعندي لوحه رسم بالاصباغ البخاخ هذا السبره اي صح شايف ايه هو يعني غرفتي صايره فوضى من هاي السوالف بعد ما جاهز ايه ذكرت انه انت تستخدم السبره مع علم انه تذكرت في بدايه حديثك انه انت دائما تستخدم الفحم والرصاص وبداياتك كانت من الفحم والرصاص الانبهار بهذا الموضوع يعني بعيد عن موضوعات الالوان ليش ما حاولت انه انت تجرب ترسم لوحة بألوان ألوان استوني بديت جديد يعني عندك لوحات؟ جديد لوحة ملونة عندي وطقت يعني أمس بالليل شويت ستوري عندي قزاز لوحة ملونة جيد عالتخم خليها مسطرنا عالتخم هنا ذني فوقعت وحدة منها عندني أريد أعلقها فوقعت وراحت بالضبط احنا اليوم أحمد من خلال الحديث وياك مشاركاتك القليله بالمهرجانات اكو صار انطباع انه انت من النوع اللي تحب فنك انه يكون خاص بيك يعني إيه ما تحب الغير يشوفها ممكن اليوم تقدر تفتح يعني بيج خاص للاوردرات انه ترسم شخصيات مقابل ماده شنو الاشياء اللي راح تسويها بالمستقبل شنو اللي مخطط له بالمستقبل والله صراحه المخطط للمستقبل انه اي فنان بورتري اي فنان يرسم عراقي او غير عراقي انا بعد من انه اي فنان ادور عليه بورتري فحاول انافسه بالفن مالته يعني مثلا راسم له لوحه اني احاول اجيب اقوى من عندها اها تمام يعني انت راح تحير الاشياء الايام القادمه فقط تنافس ايه تنافس انه اطمح انه اصير اعلى شيء موجود وهذا من حقك ايه هذا الشيء تقدر اكيد من خلال هذه الاشياء الجميله اللي موجوده داخل الاستوديو
تقدر بدعم اهلك ودعاء والدتك. نعم. نقل تحياتنا لها اكيد وكذلك لاصدقائك الداعمين لهم. اهم شيء المنافسه الشريفه. نعم. وان شاء الله توصل بهذا الفن وكل احنا نفتخر بك كونك شاب عراقي تمتلك هذه الموهبه والطاقه. نعم. واهم شيء الخرابيش بالتاكيد الخرابيش مهمه جدا مهمه عن جد. هي تنطي فد طابع بخصوص هذا الموضوع. حتى الاطفال دائما ما نشوفهم يخربشون لكن بالتالي راح تكون عندهم فتزت تشوف اكو لمسه فنيه بها موهبه تبدا من خلال الخرابيش وتكون نقطه بدايه. كل شكر تقدير لك يا استاذ فرات تدعكم. اذا خلي ناخذكم بجوله جدا جميله للتمور. اكيد احنا بالنسبه ان العراق يتمتع بالكثير من انواع من التمور. راح نروح للمثنى مع محمود قاسم راح يبين لنا انواع كثيره من التمور وتقرير خلينا نقول مفصل وممتع جدا عن التمور العراقية. وبعد اكيد نرجع لكم خليكم معنا. تحية طيبة مشاهدينا الأحبة وحياكم الله في كل خير وطابت أوقاتكم سادتي الكرام. وهذه الرسالة التي سأكون معكم فيها أنا محمود قاسم مراسل الفرط في المثنى ونتحدث في هذه الرسالة عن أنواع التمور. وراح يتواجد ويانا أحد بائعي التمور في المحافظة اللي هو اسمه محمد راح نتحدث وياه عن انواع التمور واسعارها وجودتها وايضا منشأها. وبالتالي سادتي الكرام مثل ما تشاهدون هذه انواع مختلفه من التمور. لكن قبل ما نتحدث ويا محمد راح نتحدث ويا اللي عشاق التمور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شنو نوع التمور اللي تحبوها؟ هو على اغلب ال التمور هي انا اقول لك البلقه. جاع البلقه. اي والشويثي عندك خوش تمور. شنو يميز البلقه والشويثي عن بقيه الانواع؟ ليش انت قصدتها بالذات؟ يعني مجرد الطعم والكبر مالتها والترتيبه يصير اي والشكل. شويه بارده ما مو فتصير حلوه يعني بالاكل بالطعم بالهذا. اي تصير مرتبه. دائما تجون تاخذون من هنا؟ اي على اغلب دائما نجي ناخذ من هنا. شكرا. تمور حلوه الله يحفظك منه. شنو والله الشويثي انا عندي افضل. اي شويه بارده التمره مال طيب بارده والله. والبلقه يعني هاي امهن بعد البلقه رقم معك بس شويه سعر غالي. اي السعر غالي يعني. طبعا احنا راح نحكي ويا محمد على السعر بعد منك لمحمد. زين يعني انت بالذات لانه هي بارده لو شنو يعني؟ لا شوية تمرتها كبيره وطعمها يعني زين. اي اي مميز بالضبط مو مثل الشكر او النوعيه الثانيه التمر. اي يعني زين التمره. هسه نجي لابو جاسم. جاسم شلونك؟ شو اخبارك؟ دير بالك على الجماعه. سالف لي شنو الاسعار ليش غاليه؟ والله هاي السنه غالي. هاي السنه غالي. هاي السنه غالي. شنو السبب؟ لان النخل حمله هاي السنه قليل. تعال بجاسم وذيش المحافظات الثانيه البصره والناصريه اجوا لهنا اخذوا التمر. صار عليه طلب. صار عليه طلب علامات السماوه. وخاصه البلقه. يعني هذا التمر مالتنا منا من بساتين. منا من البساتين. بساتين السماوه. بساتين السماوه. شنو الاصناف الموجوده هسه تقدر تشرح لي اياها؟ والله عندنا جوزي وهذا جوزي. هذا جوزي. هذا جوزي. شنو سعره جوزي؟ هذا ب 5 كيلو وعندنا البلقه اخر شيء. شنو سعره؟ والله حسب الخشونه مالته يعني عندنا بسته وعندنا بخمسه وعندنا بسبعه بس مالت السماوه هيك غاليه يعني مالت الصويره مالت الظوال منها كل شيء لا ارخص لان احنا مالتنا طعمها يختلف. والله شلون البانيه؟ والله وعندنا شويثي ومكتوم. مكتوم شو سعره؟ مكتوم ثلاثة، شوية ثلاثة، الشكر موجود 1000 ونص 2000. أكثر الأنواع اللي تحس إنه الناس جاية تجي عليها بكثرة وتطلبها بكثرة مني؟ البلقة. لأن تطلبها مو بس أهل السماء ومحافظات يطلبونها. أكثر شيء البلقة. تبقى هنا وراء شويثي شكر بس هي الأرغب شيء لا البلقة. ايش قصر لك هنا بهذا المكان يعني وبالتالي انه ظلت انه الناس اغلب الاحيان جاي تجي وتمر عليك ومكانك ثابت ايش قصر لك؟ والله ما ليش اختارت مهنه بيع التمور؟ لان هي ما ادري شلون صارت ووالدي كان قبل يبيع تمر. والله ثم من عشاق النخيل بالاصل يعني مهتمين بقضيه الزراعه بالنخيل بالبستنيلو. اي احنا بساتين. هم من اب وجد بساتين.
ما شاء الله من زمان سنين. اي اعرفهم وهم شغلتهم بساتين من اب وجد ما شاء الله. والله هاي الشغله متوارثينها من اجدادهم وشي. والله شو تفضل انت نوع التمور؟ شو نوع من التمور تفضل؟ التمور هاي البلقه الشويثي شو اسمه البريم من احسن التمر. وشوف هسه انت قدام عينك شوف شلون مسوينه وشغله نظيفه. ما شاء الله معتنين بيه. اي ومعتنين بيه. هاي شوف هسه هاي شوف هسه هاي مشكل. هاي يوم كامل اللي سوى هاي الصينيه من قد ما النظافه وشي وهاي قدام عينك. الله يرزقه ان شاء الله. طبعا هو فد شيء مميز حقيقه اكثر من مره انه الناس تجي. قسم من المحافظات تجي عليه هو لمحمد هنا. قبل كم يوم جت قسم من الناصريه من اخذت من عنده البلقه غالي يصير هنا. اي طلب اكثر. هسه انا واحد من الناس هسه اخذت لي هذا الكيلو. بلقه يعني كل ثلاث ايام اربع ايام اخذ من عنده بلقه. شيل البلقه مالته شوي ناشفه اكو ناشفه واكو مدبسه. هيك بس الناشفه تصير افضل من اي وسعرها اغلى من عندهم كلهم. شغله نظيفه. مو مثلا ساكوبيه تمور شو يسووا لها؟ يغشونها يخلوا فوق شويه بلقه والباقي جوا كلها من هذا التعبان. هو الرجال كله وحده قطعه وحده. صفي بالبيت. ايوه وهذا سيجون هسه بغداد هاي الطلاب المدرسين الشي هاي منها والله مخابره ويقصون من عده ويحزون. شكرا. طبعا بين ما انه احنا جاي نتحدث عن انواع التمور الظاهر الامور طيبه وياكم. لا طيبه تمام الاسعار؟ لا سادتي الكرام مثل ما تحدثنا على انه في هذه البسطه الصغيره اللي محمد اللي بدت هي باب رزقه حقيقه على مدى السنوات الماضيه توارثها ابا عن جد، بالتالي من خلال هذه يعني المكان البسيط استطاع محمد انه يوفر قوت عائلته وبالتالي انه يهتم بانواع واصناف مختلفه من التمور. واليوم نشاهد اقبال كبير حقيقه على هذه التمور بمختلف اصنافها، لكن مثل ما تحدثوا الاخوه هنا اللي جاي يتبضعون بالوقت الحالي تحدثوا على انه البلقه اللي بالسماوه اكثر رغبه عند بقيه المواطنين، وبالتالي اليوم الطلب صار بشكل اكبر على هذا الصنف من انواع التمور بالاضافه الى صنوف اخرى. هذه التمور طبعا هي تؤخذ يعني بشكل استهلاكي في داخل المحافظه والبعض منعته حقيقه لجودتها لاهميه هذه التمور تهدى الى الاصدقاء وتهدى الى اماكن اخرى. سادتي الكرام هذا بشيء مختصر حقيقه عن يعني انواع التمور واصنافها في محافظه المثنى. الى هنا وصلنا واياكم الى ختام رسالتنا، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا مراسلنا في المثنى على هذه الجوله الجميله في التمور. هذا العراق وهذا ارض السواد حيث في قوانين من قوانين حمورابي أنه من يقطع الشجرة المباركة عليه دفع نصف من، والمن هي عملة في ذلك الوقت. الشجرة المباركة والشجرة المقدسة هكذا هذه التسميات التي هذه التسميات كانت تطلق على النخلة في ذلك الوقت، لكن العراق اليوم بدأ يخسر أعداد كبيرة من النخل، لذلك تشاهدون أنه آمنة قال أنه أكو أنواع غالية لكن كانت هي رخيصة جدا، لكن اليوم لقصر عدد النخيل الموجود بالعراق إلى ملايين بدت الجرف والقطع والحرق الكثير. من المؤسف جدا اليوم بلد اللي هو يعتبر بالثمانينات وبالسبعينات هو الأول عالميا بإنتاج التمور اليوم نستورد التمر. هذا اللي احنا دائما نقول ما نريده يصير ما نريده يتكرر. هي أول نخلة تم توثيقها اللي كانت في منطقة أريدو قبل 4000 سنة قبل الميلاد، يعني لابد أن نحافظ على النخلة. النخلة يعني من الممكن أن تكون هي أيضا ضلع العراق في موضوعة يعني تصديرها إلى بقية دول العالم والدول العربية والدول الأجنبية اللي قد البعض منهم ما يعرف شنو نكهة التمر أو شنو طعمها بالضبط. أكو اختلاف من تمرة إلى أخرى، أكو اختلاف من نخلة إلى أخرى. لكثير من الدول العربية بالخصوص الإمارات كانت تأخذ البذور لتحسين أنواع وتجديد أنواع كثيرة من التمور في بلدهم. إذن نأمل يعني حريصين بلد الأحرص بثروة اللي دائما تكون اللي هي الزراعة
الثروه الاساسيه في العراق ولا بد من اعادتها وتجديدها والنظر بالضبط. فيها. اذا الارض هي مهيئه وكذلك أكيد. الايادي موجوده، لكن نريد من يحرص على العراق ويعيد النظر بامر النخل. اذا هذه حلقتنا كانت متنوعه بالمواضيع المهمه بالاسره، كذلك جولات للتمور وكذلك فلوق مصطفى لاربيل، واكيد ان شاء الله قدرنا نقدم شيء اليوم للاسره العراقيه، والختام دوما مسك معهم. شكرا لك حسين، وشكرا لضيوفنا اللي شرفونا بحضورهم باستوديو الفرات. داركم كل الحب والاحترام وين ما تكونون، واكيد الدار داركم ويا الفرات احلى. اذا نلتقيكم ان شاء الله يوم غد بنفس التوقيت، لذلك الحين استودعكم الله في امان الله.